في حضارتنا المعاصرة هدف كل إنسان حي، الهدف الأسمى في حياته هو العثور على عمل يكتسب منه ويضمن رزقه ورزق من يعيل من أهله. السلام عليكم. لا نملك جميعا تلك المعرفة الذاتية التي تمكننا من اختيار الوظيفة أو العمل الملائم لنا في هذه الحياة، وأحد الأسباب التي أدت إلى هذا العجز هو أننا في صغرنا لم نلقى التشجيع الكافي من أهلنا للتفكير في فرع من فروع العمل كهدف للحياة على المدى الطويل. لم نضع نصب أعيننا هذا الهدف ونسعى إلى تحقيقه، بل كنا مترددين حائرين، وهذا طبيعي. إلا أن الأب والأم العاقلين متى عرف كيف يزيل هذه الحيرة بالحسنة، فإنهما بذلك يسديان إلى ابنهما أو ابنتهما خدمة كبرى، خدمة عظيمة لن يعلما أنهما قد أسدياها، ولن يعلما لأن ثمراتها تظهر بعد زمن، أي بعد أن ينسيا تلك الأيام التي كان فيها ابنهما يحصد العلم. ويقول أحيانا وهم مجتمعين في قاعة الجلوس أو حول مائدة الطعام: أريد أن أكون شرطيا، كلا كلا، أريد أن أكون طبيبا، كلا كلا، أريد أن أكون مهندسا. أو تقول ابنتهما: أريد أن أكون ممرضة، كلا كلا، أريد أن أكون صحفية، كلا كلا، أريد أن أكون معلمة. في العادة يكون رد الفعل عند الكبار ضحكة عابثة، وكأن ما يسمعونه هو من قبيل الكلام العابر الذي يلفظه الطفل ولا يلبث إلا أن ينساه. وقلما يسعى الأبوان إلى معرفة أسباب تعلق ابنهما بفرع من الفروع أو أكثر من فرع من العمل، قلما ينظران إلى هذا نظرة جادة ورزينة، ويبحثان مع ابنهما في ميوله تلك ليعرف حقيقة أمره ويشجعاه للسير قدما في تحقيق أحلامه. إن موقف الكبير يكون عادة موقف من يعتقد بأن مرحلة الطفولة هي مرحلة اللهو والتسلية، وأن اللهو والتسلية وإن تخللهما حديث شبه جدي عن أمل في شيء أو حنين إلى شيء لا يعدو كونه طفرة عابرة أو شرارة تتقد ثم تنطفئ. ولكن في الحقيقة فإن هذه الأفكار التي تجعل الصغير يقول ما يقول أثناء عبثه ولهوه أو أثناء جلوسه مع والديه أو في القسم ما هي إلا مقدمات لما يأتي، أدلة لما يتكون، براهين على طاقات تتجمع ومطاميح تتبلور. وعندما يكون الطفل قد قضى بضع سنين في المدرسة ثم الإعدادية ثم الثانوية يفاجأ بالسؤال الصعب ويشعر بأنه مطالب باتخاذ القرار باختيار المسلك أو الشعبة التي سيكمل بها مشواره الدراسي ثم حياته المهنية. وحتى في ذلك الطور وبكل أسف لا تواجه الأسباب التي يبديها الطفل بالاهتمام الكبير والتفكير المتروي، فمتى أعرب عن اختياره لضرب من ضروب العمل أو لشعبة أو لمسلك لا يلقى التجاوب الكافي ولا التشجيع الكافي، بل الأكثر من ذلك هناك بعض الآباء يرغمون أبناءهم على اختيار شعبة أو مسلك لا يحبه ولا يرتاح فيه. والسبب هو أن المجتمع الذي نعيش فيه هو مجتمع تحصيلي. وعلى كل حال فالموقف الذي يتخذه الطفل المقبل على الاختيار المستقبلي قد يكون موقفا مرتجلا، لأن رغبته تكون مركزة على الاختيار وليس على المقدرة والأهلية، وهذا خطأ. فالعديد من الاختيارات أظهرت التجارب بأنها فاشلة وخاطئة لأنها تفتقد إلى الأساس، والأساس دائما يكون المقدرة والكفاءة. لكن لماذا كل هذا الاهتمام بالوظيفة وبالعمل؟ ولماذا تعطى هذه القيمة الكبرى للمكسوب ويتم اعتباره مقياسا للقيمة والنجاح الاجتماعي؟ في حضارتنا المعاصرة هدف كل إنسان حي، الهدف الأسمى في حياته هو العثور على عمل يكتسب منه ويضمن رزقه ورزق من يعيل من أهله. والإنتاجية الفردية تعتبر مقياس مساهمة الفرد في المجتمع،
إنها القدرة على توفير مطالب الحياة، والعائلة تعتبر جزءاً مكملاً للمصلحة العامة. بينما الفشل في بلوغ هذا الهدف لسبب من الأسباب يحذف المرء إلى فئة العبء المجتمعي. إن الضغط الاجتماعي لنكون منتجين وبالتالي الحصول على العمل وبالتالي الكساء والغذاء والضروريات والحاجيات التي يفرضها علينا اقتصادنا العام. وكثيرا ما يفقد الضغط الاجتماعي حاسته بالفرد، فهو ضغط عام آلي يطلب الكل من الكل، ولا يرى الفرد كشخص كإنسان له حاجاته ومقدرته، فنظره لا يستوعب إلا الكتلة، والفرد يفنى في الكتلة. والتشديد برمته الموجه في شكل ضغط على الإنتاجية يركز أول ما يركز على التكيف، التكيف مع احتياجات المجتمع ومطالبه ومقاييسه ومستوياته، والتكيف مع ما ينهمك فيه الرجال والنساء من وظائف وأعمال. هناك فئة معينة من الناس لا تحب هذا الضغط، فهذا الضغط لكسب المال يرهق أعصاب الأشخاص الذين تهوى أنفسهم التأليف والإبداع والابتكار والاستحداث، كالفنان والموسيقي والرسام والكاتب والمؤلف وغيرهم. فإذا لم يحقق ذلك الكاتب أو الرسام أو الفنان نجاحاً ولو أولياً فيعترف به الناس ويكسب منه مالاً، فلن يستطيع أن يثبت جدارته أو مساهمته في الإنتاج العام. فما قيمة الكتاب الذي لم ينشر؟ وما فائدة الرسم الذي لم يعرض؟ إن الذي يمزق هؤلاء الأفراد ليس الرغبة في الكتابة أو التأليف أو الرسم، بل الذي يمزقهم هو مجابهة المجتمع لهم بالرفض واستهانته بإنتاجهم الذي لم يعطي ثمرته بمنطوق المادة أي المال. عندئذ متى حصلوا على المال أصبحوا منتجين، وبذلك تكون مقدرتهم بمقياس نجاحهم وبمقياس تحصيلهم للمال. ولعل هذه الظاهرة تعتبر سبب افتنان المبدع بالنجاح الذي أحرزه، فهو قد عاش طويلا على الغرور، على الأنا، عاش رغم ما لقاه من المجتمع من رفض وازدراء، من استهانة واستخفاف، طالما هو عاجز عن الكسب. وأخيرا عندما دان له التوفيق وكسب المال يرى بسرعة بوادر الاعتراف من هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي رفضه فيما سبق. ولذلك فإن هذه الفئة تعتبر كذلك بأن المال هو مقياس للنجاح ومقياس للقيمة الاجتماعية، وبالتالي قد يصبحون خاطفي مال، يعينون لمنتجاتهم ثمنا فاحشا، أو يضاعفون من إنتاجهم طمعا في المزيد من المال، فينحط مستواهم لأدنى درك ويخسرون أنفسهم، ويخسر فيهم المجتمع عنصرا نادرا لا يجد مثله كلما أراد. والمبدع ليس الوحيد من بين الناس العاملين الذي يسقط في هذا الخطأ، خطأ تقويم قدرهم وكفاءتهم في ضوء المستوى العام للإنتاجية وفي ضوء المعدل العام للربح ولطاقة الربح. فكلنا مهما كانت ميولنا ومشاربنا ننزع هذه النزعة من الحكم على أنفسنا وقياسها بهذا المقياس، لكننا ننزع إلى إرغام أنفسنا على هذا التكيف، متناسين أن المقياس الأهم للنجاح هو مقياس السعادة. لكن هل الوظيفة أو العمل وكثرة الدخل هو مقياس السعادة؟ قد تبلغ غايتك من السعادة رغم قلة دخلك، قد تسعد وتهنأ وجيبك خال من المال، وقد تسعد وتهنأ دون الانكباب المصعور على الإنتاجية. فالسعادة لا تأتي خاضعة إلا متى وجدنا أو متى اكتشفنا نوع الوظيفة أو العمل الذي ترتاح إليه نفوسنا، لأن هذا العمل هو الذي يلائمنا ويلائم ما بنيت منه عاطفتنا أي بنياننا العاطفي، وكذلك يلائم احتياجاتنا وطاقاتنا. فالسعادة الحقة في الوظيفة والعمل تتحقق فقط متى رضي الإنسان عن عمله وعن وظيفته رضا كاملا لإنسان كامل، وهذا هو الوضع المثالي للوظيفة والعمل، والمثالية لا تتحقق إلا فيما نذر. هذه المثالية لا تتحقق إلا متى قمنا بالعمل الذي نرتاح فيه ونقدر على فعله ونبتهج بأدائه ونفرح بأدائه مع زملائنا ونسعد بأدائه في البيئة
التي يجرى فيها، ونسعد لأننا ننتمي إلى مؤسسة صاحبة هذا العمل، ونفرح لأننا نتمنى لها النجاح والتوفيق والازدهار. ولكن نادرا ما نعثر على هذا الإنسان الذي تتوفر له كل هذه الشروط المثالية، ومتى عثرنا على هذا الإنسان نجده محظوظا وسعيدا. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه لتناول موضوع الوظيفة والعمل وعلاقتها بالقيمة الاجتماعية والسعادة. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.